احنا مرام قبل لا نبلش اسئلتنا ولقائنا خلينا نقول سوالفنا. ما شاء الله اليوم اللوك ولا اروع. استحي صابرين. يعني اول شيء احنا مطقمين كلنا اسود. اي امبي انت لاحظتي؟ بالضبط. لا اول شيء ليش حيفرن الاسود؟ ما ادري ليش. اكيد اكيد احنا بنسالك قبل عن جديدك، نبي نعرف شنو سر هالرشاقه والاناقه واللوك الفريش ما شاء الله. حاضر حاضر. السر وايد بسيط، نظمي حياتك. احنا يمكن كامهات وكحريم نشتغل، مرات تفوت منا فوايد، يعني مرات تكسلين، مرات يصير مالك خلق، مرات يصير شيء على حساب شيء، مرات لا والله باكل جوعانة ما راح اهتم. اقول لك اياها صدق والله، يعني يمكن مريت انا بكذي مراحل، وكلنا كامهات او كبنات ضغط الشغل وضغط البيت، وانك انت شلون توفقين بين بيتك وبين مسؤولياتك وبين شغلك راح يخليك تطيح منك وتسقط منك اشياء حتى باهتمامك بنفسك. اكيد اول شيء حرصت عليه الرياضه. طبعا اهم شيء رجيم، بدون رياضه انسي. اهم شيء انسي تضعفين، لاني جربته. في رجيم، في رجيم ضروري. حلو. في رجيم، ورجيم مو اي رجيم، انت تلعبين هذا الرجيم ترى لعبة عقل. طبعا انتبهوا، لعبة عقل، يعني هو مو شنو الاكل صحي ولا مو صحي. على الكميه اللي قاعد تاكلينها. بالضبط كميه. يعني مرات تقولي لا والله اكل صحي وما ادري شنو، بس اترس الصحن ليش الفايده؟ ماكو فايده. واقعد ما اسوي رياضه، شو الفايده؟ لازم في تراكمات عندك بدهون بتكون في ما ادري شنو، لان احنا نظام حياتنا رباده، احنا كلنا شكرا.